تعالى نسترجع الهدف، ايه رايك؟ ماشي مع جدا. جمهور النادي الاهلي، لان كل الناس دلوقتي قاعده مستنيه. الاول انت لعبتها من ساعه الاوت بتاعت علي معلول، ولا من ساعه الرده من لا انا ما لمستهاش خالص غير لما ردت. لا لا لعبتها في دماغك من انت بتلعب معاها. يعني تعالى تعالى هنا، يعني تعالى انا ممكن ترجع بيومي من الاول، ممكن قبل ما تجيبها جون تاني ممكن. ايوه هنا، خليك معايا هنا. ماشي يا كابتن. فين قفشه هنا؟ انت 19 اهو. انا لو جبتها من الاول كمان هتلاقيني مش باين في الكادر خالص، بس اهو ظهرت. يلا. يعني هي الكره دي اتلعبت مع علي اصلا. انا اصلا رايح العب مع السولية لان الماتش في الاخر. بس حتى حمدي موجود احنا الثلاثه. بص انا رايح له. انت عايز تلعب معاه. فهو خد قرار انه يلعب الكره لمروان. مروان محسن. فبص انا رايح فين؟ انا خلاص بقى. انت رجعت قوي. انا بعيد. فانا خدت قرار ان الكره الثانيه بقى. بص انا مش باين دلوقتي. مظبوط. كل ده انا مش باين. بس فحتى دلوقتي ظهرت. خدت الكره هنا وخدت هنا. خلينا ناخد اشرف بن شرقي مثلا، كنت عايز تعمل فاول ولا حاجه؟ لا ولا هو مش شايفني. هو مش شايفك. انا اول هو مش شايفني فعشان كده اتحركت وراه. حلو. فانا اول خدت القرار على طول يعني. كويس ان طارق ما لحقنيش. طارق حامد. طارق بيجري. طارق اللي بيجري ده. اللي هو ورا ده، لان ده طارق لو لحقني كان ممكن يعمل فاول او يضايقني. طارق فيها. عنيف شويه. فانا لما خدت القرار بقى على طول استلام وشوت على طول يعني. هنا كان قرارك على طول بالتسديد يا قفشه؟ احنا كده وصلنا لحوالي، احنا على بعد 24 25 يارده تقريبا والفولي بتاعه. هل عينك جابت ابو جبل؟ لا لا خالص. لا ما بصيتش على الجون اصلا، انا استلمت وشوت واخد قرار. واخد قرار. لو بصيت عليه مش هيبقى فيه الوقت اللي انا الحق ابص. يعني هي انا كده كده شايف اللي انا فين في الملعب بالظبط. شايف. فالاستلام ولازم على طول. بس هي بقى توفيق ربنا ان هي تروح في الحته دي. لكن هي فيها مهاره وفيها كنترول وفيها فيها كل حاجه كتير. فيها قوه وفيها كل حاجه. وفيها توفيق كبير طبعا. طبعا من ربنا. كل توفيق من عند الله. فالحمد لله. يعني قول لي بقى مشاعرك الكام ثانيه، هي عدت كام ثانيه على ما وصلت للمرمى يعني؟ وانت باصص عليها كنت بتعمل ايه؟ قول لي مشاعرك، كنت بتفكر ازاي؟ بص يا كابتن، في عاده في الجون ده. بص حضرتك، العاده دي لو رجعت تاني هرجعها لك. وانا اصلا والكره رايحه في الطريق، انا رحت بتجري. احتفل. ايوه صح، رحت احتفل لان انا شايفها بعد والله. ما شفت الكره رايحه فين. هي كانت رايحه كده عامله كرباج اللي هي تطلع وتنزل. هي باينه. فانت جريت. بس انت العاده دي فيك احيانا، ساعات بتجري تحتفل حتى قبل ما حتى لو جت في العرض او مره في بينالتي او حاجه زي كده يعني، بتبقى وزعلت. بس هنا واضح انك كنت يعني كان عندك يقين بالله انها. الحمد لله. يعني انا وهي في ايوه دي يا كابتن. بص حضرتك، اول ما انا شوت على طول هتلاقيني كان في لعيب حتى مداريني، لكن انا اول ما شوت هتلاقيني حضرتك جريت على طول. لا خليه ماشيها بسرعه. بص يا كابتن على طول. بص انا بجري بقى. بص ده انت بتجري وهي في الهواء. انا جري. اول مره ناخد بالنا على فكره. لا عشان انا كنت انا اللي شايد. فانا اكتر واحد اشوفها يعني، فجريت على طول. فالحمد لله يعني.